السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم في درس من دروس القراءة السياحة في مصر. يلا يا أولادي معانا نقرأ الدرس. بكار تلميذ ذكي، واسع الاطلاع، سريع الفهم، بكار يحب أن يكون مرشدا سياحيا مثل عمه مفيد. بكار تلميذ، تلميذ يا أولادي جمعها تلاميذ أو تلامذة. ذكي معناها سريع الفهم وعكسها غبية. واسع الاطلاع، الاطلاع يا أولادي معناها الإيه؟ الفهم والإيه؟ والقراءة والمعرفة. سريع الفهم، بكار يحب أن يكون، يحب عكس يحب إيه يا أولادي؟ يكره، يحب أن يكون مرشدا سياحيا، يحب أن يكون مرشدا سياحيا مثل من؟ مثل عمه مفيد. إذا ناخد من الفكرة هنا يا أولادي صفات بكار، يلا معايا صفات بكار، تلميذ ذكي، واسع الاطلاع، سريع الفهم. ماذا يحب بكار أن يكون؟ يحب أن يكون مرشدا سياحيا مثل من؟ مثل عمه مفيد. ثم نأتي بالفقرة، أهداه عمه كتابا، عمه كان يحبه حبا كثيرا، فأهداه إيه؟ أهداه يا أولادي كتابا صغيرا عن السياحة في مصر. أهداه معناها أعطاه، وعكسها مع إيه؟ عكسها يا أولادي حرمه ومنعه. كتابا صغيرا، صغيرا عكس صغيرا إيه؟ كبيرا، عن السياحة في مصر. قرأ فيه مصر تجذب، تجذب يا أولادي تشد، وعكسها تدفر. أفواجا ما معناها؟ أي جماعات كثيرة من الناس، ومفردها فوج، من السائحين من جميع دول العالم يأتوا لكي يروا آثار مصر الجميلة. ثم نأتي بعد ذلك بهذه الفكرة صفات بكار. ثم بعد ذلك نقول إيه بقى؟ فهم يأتون إلى مصر لأغراض متعددة، فمنهم من يأتي لزيارة آثار مصر الخالدة ويعرف المعلومات ويجمع الصور، وهذه سياحة ثقافية، ومنهم من يأتي للنزهة والاستمتاع، وهذه سياحة ترفيهية، وبعضهم يأتي لزيارة المساجد والكنائس، وهذه سياحة دينية، وهناك من يأتي للعلاج في مصر، وهذه سياحة علاجية. نستفهم من ذلك يا أولادي أن أنواع السياحة، نقول مع بعض، أنواع السياحة، سياحة ثقافية، سياحة ترفيهية، سياحة دينية، سياحة علاجية. تمام، السياحة الثقافية تكون بإيه؟ بجمع الصور والمعلومات عن كل أثر يا أولادي. الاستمتاع والاستمتاع والنزهة اللي وهي السياحة الترفيهية يا أولادي، زي إيه؟ زي طبعا المصايف والمشاتي والايه، زي شرم الشيخ والاسكندريه والشواطئ الايه المصريه الجميله المبدعه ذات المناظر الجميله. وبعضهم ياتي لزياره المساجد والكنائس، دي سياحه ايه؟ دينيه. وهناك من ياتي للعلاج في مصر للاستشفاء يا اولادي، زي عين حلوان مثلا، وهتتعرفوا عليها في ماده الدراسات الاجتماعيه بتوسع ان شاء الله. ثم بعد ذلك يا أولادي نقرأ الفقرة، يوم الجمعة الماضي، كلنا يا أولادي يوم الجمعة بنعمل إيه؟ اللي بيروح عند تيتا، واللي بيروح عند إيه؟ ها؟ عند تيتا، يروح عند عمه، يروح عند خاله. هنا بكار يا أولادي راح فين؟ تعالوا نشوف. يوم الجمعة الماضي ذهب بكار مع عمه مفيد إلى إيه؟ إلى الأهرام، وشاهد السائحين يلتقطون بعض الصور التذكارية، فسأل عمه قائلا: لماذا يهتم السائحون بآثار مصر؟ يا عمي، العم، إن آثار مصر لها قيمة تاريخية كبيرة يا بكار، والسائح يجد متعة في مشاهدة هذه الآثار الخالدة. يوم الجمعة، يوم جمعها إيه يا أولاد؟ أيام، جميل. يوم الجمعة الماضي ذهب بكار مع عمه مفيد إلى، أين ذهب بكار مع عمه؟ إلى الأهرامات، وشاهد السائحين يلتقطون. يلتقطون معناها يا أولادي يأخذون، وعكسها يتركون، بعض الصور التذكارية. فسأل عمه قائلا: لماذا يهتم؟ يهتم يعني إيه يا أولادي؟ يعني يعتني. يهتم السائحون
بآثار مصر يا عمي. بآثار مصر يا عمي، ليه هم بيهتموا بيها؟ العم رد عليه وقال مصر ليها قيمة تاريخية كبيرة، ليها في حضارتها وناسها وأصولها، وما بالك بقى الآثار يا إيه يا بكار، فإنها شيء جميل جدا جدا يتباهى المصريين بهذه الآثار وبهذه الأمجاد المصريين. والسائح يجد متعة، والسائح يجد متعة، متعة يعني إيه؟ تسلية كبيرة جدا جدا وحاجة شيقة جدا في مشاهدة هذه الآثار الخالدة، الخالدة معناها الباقية وعكسها الإيه الفانية والزائلة. تعالوا نشوف مع بعض الإيه الكلمات وأهم ما ورد في الإيه الفقرات السابقة. الاطلاع يا أولادي زي ما احنا ذكرنا قلنا القراءة والعلم والمعرفة. أفواجا هي جماعات من الناس ومفردها فوج. أهداه معناها إيه يا أولادي؟ أعطاه، وعكسها حرمه ومنعه. أغراض معناها أهداف ومفردها غرض. الخالدة يا أولادي معناها الباقية وعكسها الفانية والزائلة. يلتقطون أحبائي، يأخذون، وعكسها يتركون. ثم نأتي بعد ذلك إلى الشبكة. أيوة أيوة تمام، خريطة المفردات هنا يا أولادي بتقول إيه؟ ذكي. ذكي معناها إيه؟ سريع الفهم. طب عكسها إيه يا أولادي؟ غبي. طيب ذكي دي اسم ولا فعل؟ اسم. برافو عليكم يا أولادي. طيب ندخلها في جملة ونقول إيه؟ بكار تلميذ ذكي. ثم نأتي بعد ذلك يا أولادي ونشوف إيه؟ التقويم. أهم من إيه الأسئلة الموجودة عندنا؟ اذكر صفات بكار وعرفناها. صفات بكار إيه؟ تلميذ ذكي، واسع الاطلاع، سريع الفهم. ما أنواع الإيه السياحة في مصر يا أولادي؟ نقولها كلنا وإحنا إيه عارفينها. حل المقاطع الإيه الصوتية، الاطلاع وكلمة الخالدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.